حياكم الله ويا رب تكونون بأحسن حال. اليوم لقاءنا سيكون مختلف، فلن نتكلم عن خبر وعن تقرير مختصر عن أمر ما يغطي حالة معينة في المجتمع الدنماركي، لكن سأتكلم عن تأثير الشائعات علينا في هذا الزمن. وهذا الموضوع أتطرق إليه بعد كثرة الشائعات عن لقاح كورونا والذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة. ودعونا نبدأ بهذه الواقعة الحقيقية. يوما ما كان هناك فريق طبي تابع لبرنامج التحصين العالمي لليونيسف، وهذا الفريق كان يتواجد في أحد الأقاليم في شمال نيجيريا، وسبب تواجده في هذا الإقليم هو لإعطاء لقاح شلل الأطفال والحصبة لأطفال هذا الإقليم. لكن هذا الفريق كان يواجه صعوبة كبيرة تتلخص بامتناع معظم أهالي الإقليم من السماح لأطفالهم بالتطعيم. سكان هذا الإقليم استندوا في رفضهم للتطعيم بناء على شائعات انتشرت بينهم، مفادها أن هذا اللقاح ما هو إلا وسيلة لمنع الحمل والتأثير على الخصوبة، وأنه كذلك يتحكم بالسكان أو ربما يسبب مرض الإيدز، وربما كذلك أنه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتجسس عليهم أو تعدهم أو تسيطر عليهم عن بعد. وإلا ما هو تفسير أنه يستمر هؤلاء الغرباء الأجانب بطرق بيوت السكان مرارا وتكرارا يسألونهم عن رغبتهم بتلقيح أطفالهم؟ موضوع سكان هذا الإقليم مع أعضاء منظمة اليونيسف خرجت من دائرة الحقائق إلى دائرة انعدام الثقة، أو بمعنى أدق انهيار الثقة، فهم لم يستندوا في رفضهم على حقيقة ملموسة، لكن كانت مجرد شكوك بأن الطرف الثاني والمتمثل باليونيسف لا يريد لهم الخير. أنا متأكد أن أمهات الأطفال كانوا بشكل لا يقبل أدنى شك يريدون الخير لأبنائهم، لكن لم يكن بأيديهم أي خيار. فحاكم الإقليم، وكان اسمه إقليم كانو، ورجال الدين في الإقليم يرفضون اللقاح. لكن لنتساءل، لماذا انعدمت الثقة بين سكان هذا الإقليم تجاه هذا فريق اليونيسيف الطبي واللقاح الذي يعرضه على أطفال الإقليم؟ تاريخ هذه الواقعة سيبين لنا السبب. وهذه الواقعة حدثت في عام 2003، أي بعد أحداث سبتمبر بسنتين، وبعد احتلال العراق وأفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي كانت في نفس الوقت الداعم الرسمي لهذه الحملة. وبالتالي استنتج نخبة هذا الإقليم وقادته أن أمريكا في حرب مع المسلمين ولا تريد لهم الخير، وما خطة التطعيم إلا مكيدة من مكائد الغرب وأمريكا. طبعا هم كان لديهم منطقهم الذي استندوا عليه بالرفض، لكن ثمن الرفض هذا كان كبيرا، فالسلالة النيجيرية من شلل الأطفال طورت نفسها وانتشرت في 20 بلدا حتى أنها وصلت إلى أندونيسيا، وهذه كانت تكلفة الشائعة التي استمرت لأحد عشر شهرا. هذا الموضوع وهذه القصة نستطيع أن نسقطها على وضعنا الحالي، فإن من يرفض هذا اللقاح استند في رأيه على شائعة بنيت على التوجس، وبدأ بطرح الأسئلة التي يدعم بها وجهة نظره. كان يسأل لماذا الإيدز لم يجدوا له لقاح، ولماذا الأمراض الخبيثة منتشرة بلا علاج منذ سنوات، ولماذا وجد لكورونا علاجا سريعا؟ تماما نفس الأسئلة التي طرحتها الفنانة هيفاء وهبي. سؤاله هذا مشروع، وربته كذلك مشروع، لكن مشكلتها الوحيدة أنها بنيت على توجس، وانتشرت على وسائل التواصل ولاقت استحسانا وقبولا من الملايين من المشككين. أخرهم أو آخرهم مثل ما ذكرت كان هيفاء وهبي، راغب علامة، وتلك الممثلة السورية الحسنة نسرين طافش. وأنا وبكل صراحة لم أكن أرغب بالتطرق لهؤلاء الفنانين، لكن تطرقت إليهم لأنهم أصحاب نفوذ على الكثير من محبيهم. وحتى أن راغب علامة ذكر أن كورونا مؤامرة واللقاح مؤامرة وكل شيء بنظر علامة مؤامرة. لكن طيب أعطنا يا راغب دليلك. لا دليل، إنما قناعة شخصية. أنا لو تسألني عن رأيي لقلت لك أننا في وضع صعب وأولوياتنا الآن هي النجاة. مؤامرة غير مؤامرة، حرب مقصودة أم لا، هذا لا أستطيع أن أجزم عليه ولا الرد عليه كذلك، لأنني مثلك لا أملك سوى تلك المعلومات التي تنشر في عالمنا هذا. لكني مقتنع وباعتقاد راسخ أن من يريد أن يطور حربا بيولوجية لا يطورها عن طريق فيروس إنفلونزا، وهناك وبشكل مؤكد أوبئة أكثر فاعلية من كورونا، والتي تشير أرقامها إلى أنه 80 إلى 90% من مصابيها لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أساساً، وهو فيروس كورونا لا يشكل خطورة إلا على أولئك المرضى بأمراض مزمنة. حتى أن خطورة الفيروس تبين أنها في سرعة انتشاره وليس في شدته. ونلاحظ الآن كيف وكل يوم تعلن الدنمارك عن إصابة الآلاف من سكانها،
لكن نسبة الوفيات لا تزال منخفضة. كلامي هذا مثل ما ذكرت نابع عن قناعة شخصية وتستند على أرقام وأبحاث منتشرة على النت وبشكل كبير. الذي أود أن أضيفه أنه كل ما أتمنى منك لا تؤثر برفضك للقاح على غيرك، فأعرف أناسا فقدوا أحبة بهذا الفيروس وكانوا ولا يزالوا يمنون النفس لو أن اللقاح تم إنتاجه قبل وفاة حبيبهم هذا الذي رحل عن عالمنا بسبب الفيروس. أنت مقتنع برفضك الذي نحترمه، قل أسبابك وسندك، لكن بلا خيال وتهويل. وأود أن أذكرك أنه أنا وأنت قبل أشهر قليلة كنا ننتظر اللقاح ونتابع آخر الأخبار لعل العالم أنتج لقاحا، لكننا بتنا اليوم للأسف نشكك بهذا اللقاح. وبالنهاية فإني أرى في الفيروس هذا نعمة كبيرة كنا نغفل عنها حقيقة، نعمة إعادة حسابات أولوياتنا في هذه الحياة، وكيف أننا كائنات ضعيفة قد يعصف بها فيروس مجهري. وحتى فترة عزلنا وبقائنا في المنازل كانت نعمة هي الأخرى، لأننا ابتعدنا عن تلك الحفلات من أفراح وأتراح وما كان يتم بها من اختلاط مؤذن على صحتنا وجهازنا التنفسي. أما فيروس كورونا فإني لا أرى فيه إلا نتاجا لاختلال بالتوازن الفطري في بقعة من بقع العالم. هذه كانت خاطرة مسموعة وددت أن أشاركها مع كل الأحبة، قد نتفق عليها أو نختلف، لكننا سنتفق على أن هناك طباعا فينا باتت تستحق التغيير. أسعد وتشرف بالمتابعة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. يتجدد لقاءنا إن شاء الله. نلتقي على الخير، حياكم الله.